نظمت أكاديمية البحث العلمي الملتقى المصري الروسي لمناقشة نتائج الأبحاث المشتركة بين البلدين في المجال النووي بمشاركة عدد كبير من خبراء العلوم النووية في مصر من مختلف المعاهد والجامعات والمراكز البحثية. ملتقى للتعاون المصري الروسي في المجال النووي نظمته أكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية. الملتقى حضره 32 عالما روسيا وعدد كبير من العلماء والخبراء المصريين في هذا المجال لمناقشة نتائج الأبحاث المشتركة بين البلدين في الطاقة النووية. الطاقة هو جزء من هذا البرنامج، ولكن بيغلب عليه استخدام المفاعلات الراديشن بيولوجي اللي هي البيولوجيا الإشعاعية، دي ليها تطبيقات كتير. التطبيقات الطبية للعلوم النووية دي مهمة جدا، سواء في الفحص والكشف أو العلاج. نحن في حاجة إلى بنية علمية قوية جدا في هذا المجال من خلال هذا البرنامج والتعاون المشترك بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد المتحد للعلوم النووية. أتيحت الفرصة للمئات من شباب الباحثين المصريين أنهم يتدربوا في أفضل المعامل المتقدمة في روسيا الاتحادية وفي مدينة دوبنا بالتحديد، وهي معقل البحث العلمي النووي في أوروبا. إن التعاون مع أكاديميات مصر العلمية للبحث العلمي والتكنولوجيا يقدم الدعم الأكبر لمؤسسات البحث العلمي المصرية والتي أصبحت متواجدة في الجامعات ومراكز الأبحاث، وذلك لمشاركة أبحاث الطاقة الذرية المصرية. التعاون المصري الروسي في الطاقة النووية مستمر منذ 5 أعوام ويكتسب أهمية كبيرة خلال الفترة المقبلة بعد توقيع الاتفاقية التي ستسهم روسيا الاتحادية بمقتضاها في إقامة محطة نووية لتوليد الكهرباء في مدينة الضبعة. هذا الاجتماع يعطي بعض اللمحات عن أهم نتائج الأبحاث المسجلة واختيار الأفضل منها، وبصورة عامة هيئتنا تضم 6 دول ومصر إحدى تلك الدول. ده مشروع تعاون علمي ما بين جوينت انستيتيوت في دوبنا وما بين أكاديمية البحث العلمي في مصر، وأكيد طبعا هيئة الطاقة الذرية بحكم أن هي المفروض المسؤولة عن استخدامات السلمية للطاقة النووية في مصر، وكمان أن هي تعمل نوع من أنواع الانتجريتد للتكنولوجيا النووية على في جوه مصر وتدريب الكوادر للتعامل معها. فأعتقد أن هيئة الطاقة الذرية أكيد طبعا لازم يكون لها دور كبير جدا في التعاون العلمي ده. وتعد روسيا الاتحادية من أوائل الدول المتقدمة في استخدامات الطاقة النووية على مستوى العالم. الاستفادة من الطاقة النووية سيكون لها تأثير كبير على كثير من المجالات كالطاقة والصحة، لكن لا تزال الدولة في حاجة إلى مزيد من الجهود لإدخال هذا المجال على أرض الواقع بالشكل المطلوب. عمرو عبد الحميد، الحياة الآن.